وأصبحت نسخته الجديدة لقد أزلوا منها عدة ميزات، مثلا الميزات التي كانت في هذه النسخة القديمة التي أصبحت الآن مدفوعة هي مثلا أنك يتيح لك هذا التطبيق الجميل أن لمن يريد أن مثلا ينشئ قناة جديدة على اليوتيوب، فهذا التطبيق يتيح لك أنت صورتك باحتراف، والصورة التي تكون فوق صورتك لوجو القناة بشكل محترف كالذي أشتغل عليه أنا الآن. وسأترك لكم بقية الوقت، مثلا هنا تختار الاسم وتكتب الاسم، إن أردت أن تكتب اسم القناة أو اسمك أو اسم الفيديو الذي تريد نشره على اليوتيوب. وهنا تختار مثلا المميزات التي توجد في التطبيق، حتى إن لم تكن لديك هذه المميزات يمكن أن تضيفها، يمكنك أن تشغل الإنترنت وتضيف ما تشاء من المميزات. مثلا هذه سأختار أنا لها حجم اليوتيوب، حجم اليوتيوب يوجد هنا هذه خاصية، مثلا هذه التي سأختار الآن، هذه اللوجو الذي يوجد فوق القناة، أنا سأختاره، سأضغط على أوكي، سأجعل الصورة مسطحة، وسأبدأ في وضع مميزات على الصورة. الآن ثبت الصورة، سأضغط على جالوري، وإن شاء الله سأبدأ في بث هذه الميزات. سأضيف ميزة أخرى، مثلا هذه، هذه الميزة التي سأشرحها لكم. مثلا تكون هذه التي أشرت إليها الآن تكون صورتك، مثلا إذا كانت صورتك هذه يمكن أن تظهرها واضحة، أو صورة الشيء المثير على الصورة المصغرة يمكنك أن تجعل له لونا واضحا يجذب العين. هنا تختار ميزة اللون وتبدأ في التعديل على الصورة. هناك العديد من الميزات أترككم لتكتشفوها. وأنا الآن يمكن أن يظهر الصوت يسبق الفيديو، لأن عندما كنت أسجل من الهاتف الميكرو الذي كنت أسجل به لم يكن يتيح لي الصوت. عندما شغلت مقطع الفيديو أرى المقطع بدون صوت، وأنا الآن أكرر الصوت. أنا الآن في كينج ماستر أسجل الصوت وحده والفيديو وحده، وهذا قدر الله عز وجل، ما علينا إلا أن نصبر. أنا الميكرو الذي كنت أشغل يوجد فيه خلل، أنه يسمع كلمات وكلمات لا يسمعها، وعندما شغلته أزلت الصوت من الفيديو، وسأضيف له إن شاء الله هذا التسجيل الذي أسجله هنا الآن. وأتمنى إن شاء الله أن يعجبكم التطبيق، وأوجهكم بركة، وإن شاء الله اليوم عرفة اللي كان صايم الله يقبل ليه إن شاء الله واللي يغفر ليه، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اليوم يغفر الله سنة مضت وسنة آتية، وإن شاء الله الله يقبل لنا ويغفر لنا أجمعين. وإن شاء الله ما تنساش الضغط على لايك وتشتركوا في القناة تشجيعا لنا. أخوكم في الله يوسف، الله يعاون أخوتي، اسمحوا لنا على الضوضاء.